السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حنسوي السويس رول. عندي هاي الكيكة مسويتها طبعا، اذا تذكرون اذا شفتوا الفيديو مال القطع نص مقدار، نفس الطريقة ونفس القياس. هنا بعد ما استوت شوفوا شلون خليت ورق زبدة وراح الفها بهاي الطريقة. هنا من تلفوها تخلوها بالثلاجة يعني هيجي دقائق، بعد 10 دقائق هيجي، وترجعون تفتحوها وتحشوها. بس أنا الغلط اللي سويته إنه صار عندي ظرف وما قدرت أسويها، فبقت تقريبا يوم كامل أو يوم ونص. شوفوا شلون هنا أنا غلفتها هيجي بورق الزبدة، وبعدها خليها بهذه العلاقة أو أي كيس متوفر عندكم، ونخليها بالثلاجة بس على مود. احنا هاي الطريقة نسويها بس على مود شلون يعني شلون نقولها تاخذ هيجي هاي اللفة، بحيث من نسويها ما تكسر. بس اني هسه راح اشوفكم الغلط اللي حتى ما تعيدونه، انه بقيتها يوم ونص تقريبا ففتحتها وشوفوا الكارثة شفتها شنو. شوفوا ايش صاير بيها متكسرة. بس شنو خاف يعني صار بيكم هذا الموقف، هاي ابد لا تذبون الكيك. نقدر نسوي سويس رول عادي يعني ويطلع شكله حلو مثل ما شفتوه من نشرت الصور مالته. شوفوا شلون كله هيجي متكسر. حاولت بس شويه هيجي اضغط بيه وافتحه. طبعا انا انصدمت من شفتها، ما توقعت هيك. أنا مسوية قبل السويس رول يعني ما مصورته، بس دقائق يعني 5 دقائق 10 بعد ما ألفها يعني أرجع أفتحها وكل شيء ما بيها لا متكسرة ولا شيء، وعادي أغلفها وألفها. بس هالمرة قلت لكم صار عندي ظرف يعني وما قدرت أسويها. هنا شوفوا جبت الكريمة يعني أنا طبعا أنا من هيك شفتها مكسرة ردت ما أصورها بعد، لان اكيد اريد انزل لكم ماشي بيرفكت يعني. بس قلت لا، لازم اصوره واشوفهم انه اذا صار بيهم هذا الغلط مثل ما قالت لكم انا قبل، اي شيء بالكيك يعني يصير غلط واحد يقدر يصلحه. فقلت خليني اكمل التصوير واشوفهم انه عادي، ماكو داعي تخافون لو تضوجون، عادي يعني تصير. فهنا غلفتها بهاي الطريقة، ومثل ما شفتوا ما سقيتها، لأن شلون قطع الكيك يعني هذا يكون الكيك يعني طبقة واحدة ومو طبقات وسميكة وهاي، فما حاجة يتسقى، راح يتسقى من الكريم. هنا كوبهم يضيفون حشوات أو شي يعني هيك صوصة، بس أنا ما ضفت شي، بس هي الكريم كلش كافي. وهنا راح ارجع الفها مثل الطريقة اللي لفيتها بالبداية. ومن الفها يعني شلون اضغط عليها حتى هاي من تكسرت يعني شلون تتفتح، فاني من اضغط وهنا انا مخلية كريم، فشن حي تتماسك. شوفوا يعني هيك الف بيها، استمر باللف على نفس الطريقة. وغير مرة إن شاء الله أصور لكم غير تصوير، لأنه يعني تطلع عدلة مو مكسرة وتشوفونها. أنا مسويتها هاي بالكيك يعني المحسن، وعادي إذا تسوونه بالكيك اللي بدون محسن. أنا مسويتها قبل هواي بالكيك اللي بدون محسن، طعمها كلش طيب. شوفوا هنا هيجي أضغط عليها وأعدلها بحيث شوفوا شلون تماسكت. هسه شنو راح ارجع الفها وانا اخليها بالمجمدة، يعني اغلفها كل الزين واخليها بالمجمدة. ايش خليتها بالمجمدة؟ بس على مود من اقطعها تطلع القطع حلوة، شلون قطع الكيك مثل ما قلت لكم بذاك الفيديو السابق مال القطع. قلت لكم لازم سر نجاحها تطلع القطعة حلوة انه نخليها بالمجمدة، والسويس رول نفس الحالة تتخلى بالمجمدة. مو شرط هذه لان يعني تقطع الكيك، لا، اي يعني وصفة مال السويس رول تسووها بعد ما نلفها نخليها بالمجمدة يعني تقريبا حتى لو ساعة هيجي
ساعتين براحتكم، يوم كامل هم عادي. هنا بعد ما طلعتها من المجمدة شوفوا شلون يعني كله متماسك، وهذا هيك الكيك مقطع مبين، هذا كله من راح يتغلف ما راح يبين أي شيء من عنده. هذا شكلها صار. هنا سأبدي أغلفها بالكريم. طبعا الكريم اللي غلفت بيه مخليت له اللي غلفت بيه والحشيت بيه مو كريم سادة، ضايفت له اللوتس، حشوة اللوتس اللي شوفتها لكم ذاك الفيديو السابق، فيديو القطع. مخلية كريمة اللوتس تصير طيبة ويا الكيك، خاصة ويا كيك الكاكاو. هنا راح استمر بتغليفها واعدلها لان تتغلف عندي. هنا اخلي بالاماكن الفارغة واغلف بيها. وبهاي عندي الأشعة أسوي هيجي نعدلها تطلع يعني ملسة حلوة. هنا بعد ما كملت تغليفها وخليتها شوية بالثلاجة، بعدها عندي هاي زبدة اللوتس يعني باقي منها كلش قليل، فهيك ضفت فوقها يعني تزيين كلش بسيط وما يراد لأي شيء. هسه أنا بعدها عندي هاي النوتيلا وضفت هيك يعني الخطوط وكملتها مثل ما قلت لكم، تزيين كلش عادي يعني وبسيط. هنا هاي السكينة نفس الحالة اخليها بالمي الحار وامسحها، وبعدها اقطع بيها القطع. شوفوا شلون تطلع عندي القطع عدلة، وهذا شكلها هيك طلع عندي هاي قاعدة الكيك الحجم الصغير. وهنا بعد ما كملتهم هذا شكلهم، وطبعا طعمهم كان كلش طيب وشكلهم حلو، حتى صارت ترى النقشة بالوسط شو عم بالك يعني نقشة بسبب الكيك. فخاف صار عندكم ها وياكم هذه الطريقة لا تذبون الكيك، بالعكس يطلع شكله أحلى. وأتمنى استفادتوا من هذه الطريقة، ومع الف سلامة.